صباح الخير مشاهدين الكرام. إذا كنتوا قاعدين اليوم ببيتكم بهالسقعة، بدي أنصحكم بأنه تشربوا اليانسون والزهورات والنعنع، وما تنسوا الجينجر اللي هو بيكون عم بيدفينا وبنفس الوقت بيكون عم يساعدنا ويقوينا ضد الرشح بهيدا الطقس. وإذا كنتوا قاعدين بالأوفيس أكيد فيكم تعملون هولي وتكونوا عم تدفوا حالكم. وإذا كنتوا جوعانين الظهر وبدكم كمان تاكلوا وتشبعوا وتكونوا عم تدفوا، ما قلنا غير الشوربة. اليوم حلقتنا كتير كتير مميزة. أول شيء مثل العادة بدي بلشها بتذكيركم بمسابقة باري لايت. نحنا كان سؤالنا بباري لايت هو أي في سكر أكتر، هل هو الشمندر أم الجزر؟ طبعا عم نجاوبه على كل الفيسبوك بيجز اللي أنتوا بتعرفوها، اللي نحنا عم نحط أسئلتنا عليها، اللي هي الام تي في ألايف فيسبوك بيج أو دي سي دي سي رندا دنيا فهد أو باري لايت هيلث سنتر. ونحنا أكيد نهار الثلاثة رح نعلن اسم الرابح أم الرابحة وسؤال جديد. واليوم حلقتنا اللي هي كتير كتير مميزة، عندنا ضيوفنا المميزين اللي هن جان وتانيا. أهلا وسهلا جان وتانيا، اشتقنا لكم معنا. نحن كمان كنا استقبلناكم من فترة، من تقريبا أسبوعين، وكانت حلقة كتير كتير مميزة معكم لأنكم أنتم أشخاص مميزين. أنا بحب أذكر المشاهدين أنه جان وتانيا عم يعملوا ريجيم معنا. ريجيم هو مقسم، هلا رح تشوفون انتم خلال شهر معنا لنشوف شو عم يصير معهم بريجيمهم بجسمهم، بكيف عم يجوعوا، كيف نحن بدنا نساعدهم من خلاله، نكون عم نساعد كل شخص عم يعمل ريجيم وعم يتسمع لنا. فنحن اول اسبوعين خبرونا كيف كان ريجيمكم، كيف كنتوا عم تستقبلوا الاكلات اللي هن باري لايت كانوا عم يامنوا لكم اياهم من الصبح للمساء، كيف كنتوا عم تجوعوا وشو عم بيصير معكم؟ بنبلش بجان. اول شيء يعني كثير مهضوم البوكس، يعني اللي بيجيبوها كل يوم اول شيء بتجي على الوقت، بلس انه كل شيء منظم، يعني الترويقه لحال، الغداء كله عليه تاجز، كولر تاجز، يعني تا واحد ما يضيع اياهم يقعد جوعان كل بقيه النهار. يعني بالاول كانت الترويقه صغيره قلت لك، رجعت زدتيها شوي صارت مقبوله يعني، والاكل كثير طيب وما بجوع. يعني انا كنت بفكر انه رح ضلني احس بالجوع، لا سافا يعني عم نتروق، مش ما كنا مثل ما كنا نتروق قبل يعني، بس انه بس واحد يقوم عن الاكل خمس دقائق خلص سافا خلص بضاين للظهر عادي. يعني خبرني شوي كيف كنت عم تقسم اكلك، يعني شوي التوقيت كيف عم يكون معك جنب الاكل؟ هلا انا ما كانوا عم يزبطوا معي فايف ميلز، انه يعني الدسير بالنص بين الترويقه والغداء، لانه يا بكون بميتنج او شيء. اوكي، فالترويقه هيدي الصبح اكيد. اوكي، اذا كانت حليب مع مثلا كورن فليكس ايام كنت اشرب الحليب الصبح، ارجع هوديك اخرهم شوي او الكيك او شيء هيك. على الظهر الغداء اللي محرز يعني، من بعده الفواكه، وقبل ما فل من الشغل كنت عم باخذ السناك، ومن بالليل هاي. هلا عم نشوف، نحن عم نشوف هون، شفنا هلا صوره كنا لا اول شيء شفنا صوره القديمه، هلا حطينا صوره جديده. المشاهدين اذا كانوا بيتذكروا انا عم حط لكم شوي بروفيل لنشوف قديش ميله البطن هي اللي كان عم تخف معنا نحن وعم نضعف. بعد بده منيح، خفت منيح اكيد، خفت منيح. هلا هون كنت عم تقسم اكلك، قلت لي هلا ذكرت شيء معلي انا بحب اعلق عليه، انه الترويقه كنت عم تقول زدناها مزبوط وقت طلبت مني نزيدها. نحن اكيد انه الجوع ممنوع نكون بهيدا الجوع اللي بيوجع، لا يمكن جوع شوي معلي بالرجيم، بس انه نكون محرقصين اما عم نوجع هذه ممنوعه. ولكن خبرني الفرق بين ترويقتك اللي كانت تكون قبل الرجيم وترويقتك اللي هلا عم توصلك. يعني قبل كنا مثلا اذا بدي تروق شيء منقوشه مشروحه، وحده كنافه يعني مشروحه يعني الاحجام عندي على طول شوي كبيره يعني، ف كانوا انه كنت اشبع ويمكن اكل فوق شبعتي بس ما انتبه، لانه ما كنت عم تحسب حسابي اكل بسرعه واقول انه خلص ما هي منقوشه، هلا كانت صغيره كبيره اسمها منقوشه. اوكي اوكي، فهلا انه عم باكل كونتيتي اقل وما عم برجع احس بالجوع، يعني قبل انه ما كنت جوع للظهر وهلا بعدني نفس الشيء، اور عم باكل انه كميه الكميه المضبوطه 100%. تانيا بدي اسالك شيء، انت شوي مثل كانه قلتي لي جعتي شوي بوقت معين مضبوط، فاي وقت اللي كنت عم تجوعي فيه وشو كنت عم تعملي وقت الجوع؟ صراحه عشيه
اذا بتذكري مره بعثت لك واتساب اذا في اكل بوب كورن وقديه في اكل يعني مزبوط. عشية كان عم بيكون في جوع أوكي. بس مش الجوع يعني مثل ما كنت عم تقولي بيوجع بس انه حس انه تعبالي شيء عبالي شيء ايه هي عادي اكثر معودين لانه من عشية واحد مزبوط. لا مش مزبوط عم جرب مثلا اخذ سخن انه شيء شاي شاي اخضر ينسون ما بعرف بدي اسالك قلتي كمان جنجر في شيء بحبه مع هوني مع عسل ما بعرف اذا في سكر ولا ما في سكر فيه اخذه ولا حتى ما في اخذه حتى لو في سكر شوي انا بنصحك تاخذيه كمان هون عم نشوف صور بالوزن كمان بس لاقول لكم انه جان كان وزنه 122.7 صار 118.2 فهون عندنا 4 كيلو نزلناهم اذا بنطلع عم نحط الجولز عند جان كان 122.7 لكن صار 118.2 نحن كنا متوقعينه يصير 119.7 فهو ربح لكن بالجول عندنا هو ربح هلا مرت الجاي متوقعين الجول يكون 112.2 فإذا جان ربحت 100% هات لنشوف تانيا تانيا كانت 67.4 ونحن توقعناها أنه تكون تصير 65.7 وهي وصلت هون تقريبا للجول اللي نحن متوقعينه فإذا تانيا على قد وصلتي على الجول جان ربحنا شوي فهون كمان عم نشوفكم بعتقد بالأوفيسز عندكم هون أو في شيء بالبيت في شيء أنا بالبيت أنت بالبيت إيه أنا بالشغل وتانيا بالشغل عم تكون تانيا مسكة ساندويتش الساندويتش ما بعرف شو هو بس هيدا ساندويتش هيك مسكتيه كأنه يمكن كان عم جرب أتذكر شو كان أكيد صراحة طلع بالي خبز أوكي كان الساندويتش موجود وجان عم ياكل السلد ومبسوط فيها هون البوكس كيف عم تكون مقسمة والأشياء اللي هن موجودين بقلبها لنهار الكامل هلا من هون كمان جان كمان حكيتني انه اضطريت بهالفتره تروح كمان على مطاعم فكيف تصرفت هون بهالوضع صراحه سابني يومين اضطريت اكل يعني من برات غير البوكس يعني في نهار كان عندنا عشاء شو عشاء سوشي أوكي. انا يوجولي مش عشاء باكل كميات يعني فبهيدا النهار على الغداء اكلت كنت بعتي لنا كلوب ساندويتش لعشيه فالظهر اكلت هيدا الساندويتش ما اكلت الدسير تقدر شوي وبس رحت على العشاء عملت كنترول يعني انه ما اكلت قد ما يوجولي باكل مع انه خبرنا كثير طيبين السوشي بدنا نسمع قديش اكلت معلش اكلت ماكسيموم 12 وصرت اكثر شيء كتر جنجر يعني اوكي على رايح وجاي جنجر يعني بس انه 12 او لا ماكسيموم 12 وحده يعني هلا انا بدي من وراء هالخبره كمان نحن عم نفيد المشاهدين لإلك لحجمك 12 حبه سوشي كعشا منهم كتار وهن بيدخلوا بضمن الرجيم فاللي عملته منه غلط انا رح اعطيك نصيحه واعطي كل المشاهدين ما زلنا عم نحكي بهالبردات على السوب الميزو سوب بالمطعم الياباني والمطعم اللي بيقدم السوشي دائما بيقدموا ميزو سوب اللي هو شوربه الاساس تبعها هو الصويا يعني صويا اللي هي بتبقى مخمرة البيست تبع الصويا وبحطوا شوية توفو بقلبها اللي هي سوب من ميلة أكيد ما فيها كتير وحدات حرارية من ميلة تاني بتكون عم تساعدك تاكل لأنه هي السوشي بناكله لقمة لقمة فهون ف 12 لقمة وبعدين غيرك عم يكون عم ياكل الباقي فأنت إذا عم تاخد السوب بتكون كمان عم نضيع وقتنا وطبعا هالسوب هي سوب من الأشياء اللي صحية للقلب نعرف نحن الصويا شغلة صحية للقلب فإذا هيدي فكرة مطعم تاني ساعة بالنهار دغري اللي بعده كان عندنا ايفنت بالشغل وعندنا غدا مع الكاستمرز تبعنا فرحت وللاسف كان مطعم عربي يعني كل شيء على الطاوله يعني هيدا بيقهر يعني صراحه لانه انا يعني عاده بضلني اكل طالما انا قاعد وعم نسير وعم نحكي وهيك اضطريت هيك يعني صحني يضل نظيف يعني بالشوكه شيلها واكلها وما اترك شيء بالصحن يعني كل شوي ارجع شيل بالشوكه واكل وعملت كنترول على الدسير يعني اكلت كميه يعني من الاكل بس دسير قلت لا بدنا سكيب الدسكار لانه مأزي كان يعني اذا اكل كثير منيح وكمان طب قفيت هالدسير وانت كثير بتحبه شو حسيت؟
عادي بس فليت عادي ما في شيء. خلصت. هلا هون كمان بالمطعم العربي رح اعطي نصيحه. اول شغله انه ما بدنا نترك الصحن فاضي، بالعكس اللي بدنا ناكله بدنا نشوفه بالصحن. فاول شيء واحد بده يعرف قديش هو عم ياكل، فمنيح يحطهم بالصحن ليقدر قديش الكميه. هلا الشغله الثانيه، مش غلط انك تاكل حمص طحينه وبابا غنوج وشانكليش واللبنه اللي هو الميزه اللي قدامك مع التبوله مع الفتوش الى اخره. بدنا ننتبه له بهالفتره، هو الرقاقات، هو السمبوسك، هو البطاطا المقليه، البطاطا الكزبريه لانه كمان هي مقليه. فهون العجين وخصوصا العجين المقلي هذا اللي انا بدي نكون عم نبتعد عنه. فانت فيك تكون عم تساير وتكون عم تاكل بهالوقت، طبعا فينا نكون عم نجيب راس بندورة نحن نقصه ونكون عم نضيفه، هيك بنكون كمان عم نضيع وقت ونكون نفس الوقت انبسطوا فينا اللي عم نضيفهم وعم ناكل بندورة كمان صحية. وبقت يجي المشاوي، أكيد المشاوي مسموحة لك بشكل أنك تشبع، ما بدنا نكون حاسين بتخمة ما قادرين نتنفس، بس ولكن بدنا نشبع، واللي قفينا بيكون قفينا الأشياء اللي هي المعجنات المقلية. يعني هي الفرق انه هالمره اكلت وقمت عادي ماني جوعان، هلا مقهور شوي على الدسير انه ما قدرت اكلت يعني، بس لانه قلت اذا بدي بلش بدي اكل كثير. بس قبل كنا ناكل وانا وفايل يعني اركض على شي محل جيب لي شيء تبلش هضم قد ما اكون مدخوم، فانه لا كانت منيحه يعني اكلت كميه لا باس بها. كمان بدي شغله قلت لي اياها قبل انه محمس وبدك تكمل مظبوط 100%. حسيت ليش صحيا يعني انشط هلا بكل شيء يعني انشط التياب عم يرجع يفوتوا فيه هلا بيقدر يبكي البوط بسهوله انت جرصه يا بنت لا هذه كثير منيحه انه وقتها نحن لا يعني كان في اشياء بلشت تصير صعبه يعني انه هيك النخ وهيك، فلا هلا اريح اذا هلا ب 4 كيلو ونص انه اريح، ف يعني الحلم نوصل له اكيد بدنا نكمل. كنا عم نحكي بدي ارجع لموضوع الجوع عشيه او موضوع الحصنه حوصان. هلا بهول حوصان مره عملتي بوشار، حسيتي وقت اكلتي البوب كورن ارتحتي؟ اكيد. اوكي أكيد. وشو الاشياء الثانيه اللي كنتي كمان عم تلتجي لها لتكون عم تشبعك او عم تسليكي بالليل؟ بزر صغير مثلا، كراكوت شي مره، كمان مرقت شي وحده كراكوت صراحه ما عرفت اذا لازم اكلت حاف ما بكون زعبرت كثير نفسيا يعني. بس يعني كمان عندي سؤال لإلك، السوشي لإلك كم قطعه سوشي في اكل يعني؟ هلا نحن بدنا نبلش اليوم ونحكي بحلقه الجي كيف انا عم قسم النشويات لكم لتكونوا عم تعرفوا قد ايه تاكلوا بالوقعات المعينه. هلا وقعه السوشي كيف الطريقه اللي عم ببعث لك فيها اكل، انت كغدا فيك تتغدي 8 حبات أوكي. ولكن العشاء لانه انت عشاكي اقل تقريبا العشاء بيطلع 5 حبات سوشي، ومثل ما قلنا مثل ما عمل جان فيك انت تكوني عم تقلبي غداكي عشاء وتكوني ساعتها عم تتعشي هول الثمان حبات. وما بدنا ننسى صحن الميزو سوب، بعدين بنحكي اي فيهم اي ساشيمي اي ماكي، هاي بحلقه الجي رح نحكي قديش نحن مسموح لنا كميه الرز اللي بدنا ناكلها على وقعها. هلا من هون برجع حتى بالمطعم العربي اليوم انا وانتو كنا عم نحكي قديش نحن بدنا ناكل نشويات بنهارنا، فتحديد النشويات حتى بحدد لنا انه نحن ما ناكل رقاقات مشويه بالمطعم. او بالحقيقه شخص مثل جان اللي هو عطيته 2 نشويات الظهر بيطلع له 4 رقاقات مشويه، بس ساعتها ما عليه ياكل ولا شيء له علاقه بالنشويات غيرها. فهون الخيار عنده، هل هو بياخذهم رقاقات المشويه وما بياكل خبز، او هو بياكل خبز وما بياكل هوليكي. فنحن هون في عندنا خيار، ما في شيء اسمه ممنوع، ولكن بدنا نختار شو هو الشيء اللي بدنا ناخده. جان وتانيا بعد نحن من بكره رح تتغير الفورمولا عندكم، فاذا بدل ما يوصلكم البوكس كامل رح يبلش يوصلكم بس غدا مع دسير. فاذا انتم رح تكونوا مسؤولين على ترويقتكم وعشيكم. الغداء رح كون انا عم ساعدكم فيه ورح كون عم ساعدكم ببعض الظهر، اما الديزرت او اللي هي عم ياكلها جانفرد مره مع الاكله. هلا لنعمل هيك علينا شوي نعرف ترويقتكم انتم شو بتتروقوا، خبريني شوي شو بتحبي تروق، هل بتحبي الترويقه الاجنبيه، هل بتحبي الكورن فليكس، التوست، الخبزه؟ يا
يعني بفضل تكون منوعة، يعني مش كل يوم نفس الشيء. يعني بحب تارتين، يعني أكيد عندي حاجة للخبز، يعني اللي هلأ شوي مستفقدت له. أوكي. هلأ هالجمعة كان عندي مرتين أو ثلاثة كان في خبز. كورن فليكس بحب يقطع مرة بالنهار، بس أكتر يمكن التارتين هي إيزي علي. العروس إني لب ساندويتش وأظهر هي أهين شيء علي. أوكي. قد ما فيه رح جرب، يعني اللي هلأ تعلمته معكم مع باري لايت إنه نوع الترويقة اللي واحد ما بيزهق، مش كل يوم ساندويتش لبنة أو مش كل يوم كل يوم كورن فليكس، يعني عم بتكون منوعة. رح جرب ضلني ماشية يعني معك أكيد بالتنسيق معك على نفس الطريقة اللي احنا ماشيين عليها بباري لايت. كتير منيح. مشان هيك أنا لنرجع على الترويقة تانيا، أنت ترويقتك فيها نشا واحد اللي هي شقفة الخبز اللي هي 30 جرام، اللي بدله في اخذ 2 توست اللي هن بيطلعوا تقريبا 30 جرام. أوكي. التوست المقرمش اللي هي بدله بيطلع 3 ارباع فنجان الحبوب الترويقه اللي انت بتحبيهم، ولكن نحن دائما لازم ناكل بروتين باكلنا، فالخبزه اكيد بده يكون فيها جبنه او بده يكون فيها البيضه او بده يكون فيها اللبنه. أوكي. وهون مع اللبنه حتى تشبعي كم حبه زيتون او رشه شيا سيد كمان تنفع. أوكي. كتير. الكورن فليكس بده يكون معه حليب على الاكيد، اذا ما بتقدري تاخذي الحليب بدك تحطي لبن معه، فدايما بدنا ناخذ البروتين مع النشويات اللي نحن عم ناخذهم. فرح نبلش بهيدي الترويقه، نشوف انت قديش عم تشبعك وكيف عم تكملي فيها المره الجايه بنعرف. جان انت ترويقتك هي 2 نشويات، فانت فيك تاخذ 4 توست. أوكي. فيك تاخذ دبل كميه الكورن فليكس، يعني فنجان ونص مع الحليب. او فيك تاخذ 2 صغار. فإذا هون كمان فيك تنوع أكثر، الأبعتين صغار هن من قد 2 باندومي، فأنت فيك تجيب الخبز السكوير اللي هو مربع الباندومي، بس دائما بدي إياه القمح الكامل لأنه صحيا هو أحسن، لأنه ما بيبعت إنسولين سريع، بشبعك أكثر كمان. ففيك تحطهم وتحط شقفة الجبنة، شقفة التركي إذا حبش بتحبها، ما بدنا ننسى نحط خضرة بيناتهم ونحط الحليب، وأكيد إذا بتحب الفواكه تاكلها معهم هاي بتكون ترويقة كاملة. والموزة منا عاطلة كمان، بتحمي القلب وبتحافظ على ضغطنا. حلقة مميزة معكم مثل العادة، نحن بعد أسبوعين رح نكون عم نشوفكم، نشوف إذا حققتوا الجول اللي نحن حاطينه، ونشوف إذا بعدكم مرتاحين وكيف ناويين تكملوا. مشاهدينا إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بحلقتنا، وأنا بتمنى لكم سبت مبارك وبشوفكم نهار التنين.